هنا في حي المشهد تعرض صباح اليوم إلى سقوط صاروخ مؤدى دمار هائل في الحي وتدمير في البنى التحتية والمحلات التجارية. ما زالت المدنيين تبحث عن أغراضها تحت هذه الأنقاض وهذا التراب. بدي شكر لله، كله من عند الله منيح، ما بهم يضل يضرب يضل يقصف يضل ايش بيريد يساوي، نحن ثابتين ونحن في اراضينا، ايش بيريد يحكي ويساوي؟ ما لنا خوفانين ولا لنا مرعوبين ولا لنا شيء، كله من عند الله محلى، الحمد لله على الحال وكالحال. اللهم سلم يا رب.